نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. بين العيساوي والمشهداني التنافس يحتدم، والإطار يسارع لتوحيد الرؤى ويحشد لحضور جلسة السبت. بغداد تستضيف القمة العربية المقبلة، السودان يرحب بقرار الجامعة ويؤكد ستشكل انتقالة إيجابية. لتحقيق التوازن وبناء الاحتياطيات، النقد الدولي يدعو العراق لإلغاء التعيينات وتصحيح أوضاعه المالية. أهلا من جديد. إلى التفاصيل، حيث تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان المقررة يوم السبت لحسم انتخاب رئيس جديد له، بالإضافة إلى مناقشة وتقرير مقترح التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات. يأتي توقيت عقد الجلسة في ظل الإخفاق في حسم ذلك الاستحقاق لأربع مرات سابقة بسبب عدم التوافق السياسي على مرشح واحد للرئاسة، في وقت تنحصر فيه المنافسة بشكل أساسي بين المرشحين سالم العيساوي النائب عن حزب السيادة ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم. إلى ذلك، دعا الإطار التنسيقي نواب البرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم والحضور الحاشد في جلسة السبت لحسم اختيار رئيس جديد للمجلس، بينما أكد أهمية عقد الجلسة في موعدها المحدد. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الإطار التنسيقي جمع معظم قواه لتوحيد الرؤى وتفادي الانقسامات التي يعاني منها بشأن مرشحي رئاسة البرلمان، حيث تذهب بعض قواه باتجاه سالم العيساوي بينما يصوب آخرون نحو محمود المشهداني. ذو السجناء الأبرياء في الأنبار يجددون مطالباتهم بإقرار قانون العفو العام وسط آمال بحلحلة انتخاب رئيس البرلمان، تلك الأزمة التي عطلت تمرير عشرات القوانين المهمة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. بعد أن أعدت وزارة العدل قوائم بأسماء الموقوفين في السجون التابعة لها للمشمولين بالعفو الخاص من الأحداث والنساء البالغ عددهم نحو 400 موقوفة، تتجدد المطالبات بتشريع قانون العفو العام وإنهاء معاناة آلاف الأبرياء القابعين في السجون. حقيقة شيء مفرح وخبر مفرح أن أطلقت وزارة العدل قانون العفو الخاص. موازاة لهذا الأمر، على وزارة العدل أيضا نطالبها بكل قوة إطلاق قانون العفو العام، حيث الكثير من المظلومين والمسجونين قد أمضوا فترات طويلة وقسم منهم دون تحقيق، لذا إطلاق قانون العفو العام أصبح مطلب مهم وأساسي. ولما مرت به الأنبار من حروب متكررة تسببت بزج الآلاف في السجون، أغلبهم سجنوا بتهم كيدية ووشاية مخبر سري، ومنهم من لم يحقق بقضاياهم حتى الآن رغم مرور سنوات عدة على اعتقالهم، يطالب ذووهم بفتح ملفاتهم وإعادة التحقيق بها ومحاسبة المتورطين وإنصاف الأبرياء. طبعا بعد القوائم اللي أطلقتها وزارة العدل يوم أمس اللي تشمل أسماء المشمولين بالعفو الخاص وتفعيل هذا العفو الخاص، نتمنى من وزارة العدل أن ما يختصر الموضوع مجرد على العفو الخاص، نتمنى أن يشتغلون أو يفعلون قانون العفو العام. عندنا اليوم بالأنبار على وجه الخصوص وبأغلب المحافظات هواية ناس أبرياء مظلومين داخل السجون، نتمنى إعادة التحقيق وإعادة النظر بهذه ملفاتهم. ويبقى قانون العفو العام الأمل الوحيد أمام آلاف المظلومين، لعله ينصفهم من التهم الكيدية التي زجت بهم خلف قضبان السجون. فهل ستتخذ الحكومة خطوة على غرار إقرارها قانون العفو الخاص، أم ستبقى الآمال معلقة؟ من الأنبار دريس يحيى، قناة الفلوجة. دبلوماسيا، رحب رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بقرار الجامعة العربية قبول طلب العراق في قمة الرياض استضافة اجتماع الجامعة العربية
على مستوى القمة، كما وجه شكره لسوريا التي تنازلت عن رئاسة الدورة المقبلة لصالح العراق. وقال السوداني إن حلول الأشقاء ملوكا ورؤساء وقادة ورؤساء الوفود العربية الشقيقة ضيوفا مرة أخرى هو استكمال لنهج العراق في التكامل مع المحيط العربي، مؤكدا على تيسير كل السبل وحشد كل الجهود لإنجاح قمة بغداد، والحرص على أن تشكل اجتماعاتها وقراراتها ومخرجاتها انتقالة إيجابية وخطوة للأمام في تلبية متطلبات الشعوب العربية في مرحلة خطيرة من مسيرتها ووجودها. في غضون ذلك، أيد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بينهم روسيا والصين طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي بحلول العام المقبل، لكن واشنطن لم تقدم دعمها لتلك الخطوة على الفور. وجدد عباس كاظم الفتلاوي نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة طلب إنهاء البعثة لمهمتها السياسية بحلول نهاية العام المقبل التي تؤديها منذ أكثر من 20 عاما، قائلا إن المهمة حققت أهدافها. بينما قالت ممثلة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بعثة الأمم المتحدة ما يزال أمامها عمل مهم يتعين عليها تأديته، ولم تتطرق إلى طلب بغداد. العراق ينهي عمل بعثة يونامي، والأخيرة تترك خلفها مجلدات من التقارير والتوصيات التي تتحدث عن الإفلات من العقاب ومؤشرات الفساد والنازحين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة. طلاق بلا مؤخر، يسعى العراق تنفيذه مع بعثة الأمم المتحدة السياسية ليونامي نهاية العام 2025. المبررات تنحصر بعدم حاجة العراق إلى الدور الذي كانت تلعبه البعثة في قضايا سياسية واجتماعية عدة، ولقدرته نحو تحقيق الاستقرار دون إخفاء الرغبة في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى. الإحاطات التي قدمتها بلاس خارت في مجلس الأمين والأمم المتحدة كانت لا تصب بمصلحة العراق على الهدوء السياسي والأمني والاقتصادي، مما جعل انعدام الثقة بين الدولة العراقية المتمثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية باتجاه هذه المنظمة أو هذه السيدة بلاس خارت. أعتقد انعدام الثقة، بالتالي لربما أرادت الحكومة أن تعطي رسالة بأن العراق لا يحتاج إلى هذه المنظمات. ستودع يونامي مشوارها السياسي إذا ما حقق مجلس الأمن رغبة العراق بذلك، تاركة خلفها مجلدات من التقارير والتوصيات التي تتحدث عن الإفلات من العقاب ومؤشرات الفساد والنازحين، ملفات قد ترفع العين الرقابية عنها أو يبقى وضعها ساكن على ما كانت عليه. العراق يرى بأنه لا حاجة لبقاء تلك البعثة إلى عام 26، وينبغي إنهاء أعمالها خلال عام 25، ويبقى القرار هو في ميزان مجلس الأمن وليس حسب الرغبة العراقية وحسب. وبهذا نرى بأن التوقيت أصبح للعراق مفازة سيادة، ويتطلع أن يتحكم بقرار السياسي بشكل كبير بعيدا عن المشورة التي قد تقدم من أطراف سياسية غربية أو من هيئة الأمم المتحدة. ومنذ مطلع العام الماضي بدأ العراق بخطوات فعلية لإنهاء عمل بعض البعثات الدبلوماسية، ما يزيد من فرصة التفاوض لإنهاء مهام التحالف الدولي، ومن بينها بعثة اليونامي التي ترى أوساط عراقية في بقائها بهذا التوقيت أولوية من أولويات الاستقرار ومنع الصراعات أو حلها، فيما يرى المنتقدون جهودها تدخلا. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. اقتصاديا، شدد صندوق النقد الدولي على حاجة العراق لتصحيح أوضاعه المالية تدريجيا لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، فضلا عن التوصية بالسيطرة على الأجور العامة والإلغاء التدريجي للتوظيف الإلزامي. وتوقع تقرير الصندوق أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024 على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. كما أكد التقرير أن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة، ويمكن أن تنشئ مخاطر على الاستقرار الخارجي،
كما رحب التقرير بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في البلاد إلى 4% في نهاية العام الماضي. في أثناء ذلك بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع شركة جنرال إلكتريك أعمال تحديث 12 محطة غازية وزيادة كفاءة الوحدات التوليدية فيها. بيان للوزارة أشار إلى أن فاضل ناقش مع الشركة إدخال 200 ميجاوات من الطاقات الضائعة إلى الشبكة الوطنية خلال الشهر المقبل كمرحلة أولى، على أن يتم إدخال طاقات أخرى تباعا. كما استعرض مشاريع التأهيل والصيانة التي تقوم بها الشركة للوحدات الإنتاجية في عدد من المحطات الغازية واستعادة طاقات ضائعة في تلك الوحدات ضمن الاتفاق المبرم بين الجانبين. في أربيل بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بايت أهمية استئناف صادرات النفط من الإقليم التي كلف تعليقها العراق مليارات الدولارات حسب السفيرة الأمريكية إلينا رومانسكي. وأكد الجانبان على تبادل وجهات النظر حول تطوير قطاع الطاقة وفرص استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وخطط ومشاريع تحسين وضع الكهرباء في العراق وإقليم كردستان، مشددين على أهمية تعزيز قطاع الطاقة في العراق وإقليم كردستان ومراعاة حماية البيئة والحد من تلوث الهواء. في المقابل أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اتصال دائم مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل والشركات الأمريكية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي، بينما شددت على أيدي المسؤولين العراقيين لإنهاء واردات الغاز الإيراني والوفاء بالتزامات العراق المناخية. And these efforts are important for Iraq. زيارة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بايت تعكس الخطوات المهمة التي نعتقد أن العراق قد خطاها لتأمين استقلاله في مجال الطاقة، وهذه الجهود مهمة للعراق لإنهاء واردات الغاز الطبيعي الإيراني والوفاء بالتزاماته المناخية. نحن نعتقد أن العراق يحرز تقدما وقد ضاعف العراق توليده للكهرباء خلال العقد الماضي. نواصل العمل بشكل مباشر مع المسؤولين في بغداد والمسؤولين في أنقرة والمسؤولين في أربيل وكذلك مع الشركات الأمريكية بشأن إعادة فتح خط أنابيب ITP وتطوير طرق متعددة لتدفق الطاقة العراقية إلى العالم. وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بتشكيل فريق فني لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع طريق التنمية. السوداني وخلال ترأسه الاجتماع الثامن للجنة العليا لمشروع طريق التنمية شدد على التواصل مع دول الإمارات وتركيا وقطر التي وقعت مع العراق مذكرات تفاهم تتعلق بمشروع طريق التنمية عبر لجنة التنسيق المتخصصة. كما وجه باستكمال كتابة مسودة مشروع القانون الخاص بميناء الفاو الكبير، بينما أشار السوداني إلى وضع رؤية متكاملة من الناحية القانونية لتنظيم إدارة المشروع وضمان أفضل العائدات والخيارات الاقتصادية. من جانبها أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد أنها تخطط لنقل 13 مليون مسافر سنويا عبر طريق التنمية، مشيرة إلى أن خطوطها ستمتد لجميع المحافظات بخطوة لاحقة، مرجحة استحصال عائدات من الطريق تضاهي عائدات النفط. المدير العام للشركة يونس خالد الكعبي أوضح أن وزارة النقل اختارت مسار طريق التنمية بعد الاطلاع على 3 مقترحات من الشركة المصممة للمشروع، مضيفا أن المسار يبدأ من ميناء الفاو وصعودا بخريطة العراق من الجنوب إلى الشمال، مرورا ب10 محافظات وصولا إلى محافظة دهوك ثم الحدود العراقية التركية. حلم فقراء المثنى يتحول إلى كابوس بعد أن باتت الدور واطئة الكلفة عرضة للاندثار بسبب سنوات من الإهمال الحكومي.
قبل 12 عاما من الآن وتحديدا عام 2012 أنشئ مشروع دور واطئة الكلفة بواقع 350 دارا موزعة على أقضية محافظة المثنى بغية توزيعها على العوائل الفقيرة، ورغم تعاقب الحكومات المحلية لم تشهد إسكان مستحقيها حتى باتت عرضة للاندثار وتهالك أغلب أجزائها لتمثل اليوم مصدر إزعاج للأحياء السكنية القريبة منها كونها أصبحت مرتعا للشباب المنحرفين. للأسف الشديد طيلة هذه السنوات وصلت هذه الدور إلى مرحلة الاندثار ولم يتم توزيعها على مستحقيها إلى اليوم. هذا المشروع في منطقة يعني بعيدة عن مركز المدينة، مما أدى إلى أن يكون بؤرة لعمليات الفساد، شرب الخمر، المخدرات. ولعل ما يوضح عدم جدية الحكومات المحلية المتعاقبة تصريحها الأخير قبل سنتين بأنها أنهت كافة الإشكالات بتشكيل لجان متخصصة تتكفل بحسم هذا الملف. تم تشكيل لجنة في المحافظة لغرض التوزيع، وكان التوزيع على أساس ما أقر في مجلس المحافظة يشمل المطلقات والأرامل والمهجورات والعجزة، فحسب النقاط تم إكمال عمل اللجنة، فمن المفترض بأنه هذه الوحدات الإدارية تكمل إجراءات التوزيع. إشكاليات ملكية الأرض التي شيدت عليها الدور تقيد التصرف بها محلياً، تراها تخطيط المثنى سبباً رئيسياً لتزايد العشوائيات في المحافظة. دور واطئة الكلفة بعدد 350 دار في محافظة المثنى أكثر من عقد من الزمن، لأنه لم يتم لغاية الآن توزيعها على الفئات المستحقة الهشة والفقيرة بسبب تعقد الصلاحيات بين الإدارات المحلية والمؤسسات البلدية. في كل الأحوال يجب حسم هذا الملف سريعاً. تبقى هذه الدور شاخصة في سجل الإهمال الحكومي للوعود التي رافقت حملاتهم الانتخابية لإنصاف فقراء المثنى، وهم يطرقون أبوابهم لغنيمة الأصوات لتفضح زيفها من انعدام الجدية بإنصافهم باستحقاق حكومي ليس فيه منة من أحد. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة تسلمها 100,000 طن من محصول الحنطة يوميا، مشيرة إلى أن الوزارة استعانت بملاكات وزارة الزراعة بالإضافة إلى زيادة عدد موظفيها بسبب الكميات الكبيرة التي وصلت إلى 2.5 عن الرقم السابق. الوزارة أوضحت أن محافظة واسط هي أكثر المحافظات تسويقا بنحو 342,000 طن، والديوانية ب 183,000 طن، متوقعة أن يصل إنتاج محافظة صلاح الدين إلى أكثر من 900,000 طن. الغرامات والابتزاز على طريق بعقوبة تدفع أصحاب مركبات الحمل إلى تنظيم اعتصام مفتوح للمطالبة بحلول عاجلة. غرامات تتعدى ملايين الدنانير يتعرض لها أصحاب مركبات الحمل على الطريق الرابط بين قضاءي بعقوبة والمقدادية، حيث نصبت محطات الوزن هناك. هذه السيطرة التي تفرض رسوم طرق وتخالف من يتعدى الحمولة الزائدة، إلا أن أصحاب المركبات يؤكدون تعرضهم للابتزاز مما دعاهم للاعتصام المفتوح. والله تعبنا، والله ملينا، احنا اصحاب عوائل ونريد نعيش، يعني الحكومه يوم بعد يوم جت تحاربنا، جت تقطع رزقنا، يعني قلاوي كروته 40-50,000 يجي من شهره وانا يقطع له 70 كيلو كروته 50,000، ورا غاز ورا تاير ورا تصليح ورا عائله، ويجي للقبان عنده ربع كيله، الربع كيله ونص كيله بها طنين يغرمه مليون، مليون وربع، ليش؟ التوجه إلى هيئة النزاهة وإعداد تقرير عن جميع المخالفات داخل هذه السيطرة، هكذا وعد عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي أصحاب المركبات بعدما تعدت الغرامة 500,000 دينار للطن الواحد.
هناك خروقات، هناك عدم تنظيم في سير المركبات، هناك أيضا عدم تنظيم في الوصولات والجباية من قبل المحطة للمواطنين. سيتم حسم هذا الموضوع يوم غد إن شاء الله. سيرافقني الأخوة الموجودين من أعضاء مجلس المحافظة إلى هيئة النزاهة لتقديم تقرير مفصل عن عمل هذه المحطات الأوزان داخل المحافظة والوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنين. أحيلت محطات الوزن إلى الاستثمار ليكون العمل بيد المستثمرين وبإشراف دائرة الطرق والجسور، وما يطبق داخل هذه المحطات قانوني والرسوم التي تفرض تعود لخزينة الدولة. هكذا ردت الجهات المعنية عن جميع الاتهامات التي وجهت بحقها. تم إحالة محطات الوزن عن طريق الاستثمار من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار، ويتم الإشراف عليها من قبل إدارة الطرق والجسور، ورسوم المستحصلة عن طريق قانون الطرق والجسور 35 لسنة 2013 وتعديلاتها. فيما يستمر الاعتصام وإغلاق المحطة بطرق سلمية حتى تضع الجهات المتخصصة حلولا وآلية عمل ترضي جميع الأطراف المتضررة بحسب المعتصمين من أصحاب المركبات. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. في الأنبار، اطلع عضو مجلس المحافظة عن كتلة الاستقرار عدنان الكبيسي على سير العمل في مجمع الدولة الكبير المجمع الإسلامي، والذي يعتبر صرحا حضاريا كبيرا في مدينة الفلوجة، وذلك ضمن الجولات الميدانية المستمرة في المحافظة. اليوم كانت لنا جولة أنا وأختي الدكتورة سناء في مدينة الفلوجة. أول زيارة لنا كانت إلى مجمع الدولة الكبير، المجمع الإسلامي اللي طبعا نعتبره صرح حضاري كبير داخل مدينة الفلوجة وللأنبار جميعا. الموقع المميز، تصميم رائع، يجب علينا الاهتمام به. اليوم طلعنا على سير العمل بالمشروع، جاي يشوفون المشروع ما شاء الله عليه واصل مراحل متقدمة، لكن أكو تأخير يمكن أتصور بسبب التمويل. نسبة الإنجاز حسب ما طلعنا على المشروع أكثر من 55%، قد تصل يجوز ل 60%، لكن اليوم نطالب ديوان الوقف السني المحترم وحكومة بغداد بالالتفات لهذا المنجز ولهذا الصرح الكبير. نطالب دولة الرئيس الوزراء باهتمام بهذا الصرح وتمويل المشروع بأسرع وقت، خدمة للصالح العام وخدمة للمدينة ككل. إلى ذلك، احتفى البيت الثقافي في مدينة الفلوجة بالمشاركين الأوائل لمسابقة الحساب الذهني الدولية التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة. الاحتفال جرى بمشاركة عدد من مثقفي المدينة الذين احتفوا بأبطال المسابقة في خطوة لدعم تلك الطاقات من أجل إكمال مسيرتهم، مطالبين في الوقت نفسه بتوفير مراكز خاصة لهم لا سيما في محافظة الأنبار التي تضم مواهب عديدة. اليوم استضفنا أطفال الحساب الذهني المشاركين في البطولات الدولية. صراحة هذه الالتفاتة وهذا النشاط يأتي انسجاما مع ما يمر به البلد من اهتمام بالعلم واهتمام بهكذا طاقات كبيرة نقدر نقول عنها اليوم أنه الأضواء ما مسلطة عليها. هذا اللي منجز الكبير أنه شاركوا بالإمارات العربية المتحدة وفازوا بالمركز الأول من بين 12 دولة. يعني هذا الشيء يحسب إلى الأنبار، يحسب إلى مدينة الفلوجة، يحسب إلى العراق أجمع بأن اليوم العراق هو يأخذ الموقع الريادي والموقع المتقدم ما بين الدول الأخرى. إحنا اليوم صراحة هؤلاء مثل نحتفي بهم ونهتم بهم ونكرمهم. شاركت في مسابقة دولية التي أقامت في الإمارات العربية المتحدة إمارة الشارقة، والحمد لله حصلت المركز الأول، وكنت مع فريق عراقي متكون من 40 طالب. وأنا بهذا العمر أحب أرفع اسم العراق ومحافظتي الأنبار، وهذا الفوز أهدي البلد العراق وأبي وأمي وكل من ساهم بهاي المسابقة. الحساب الذهني هو فن إجراء العمليات الحسابية، جمع طرح ضرب قسمة، أرقام آحاد عشرات مئات ألوف وضرب، نقدر نحل أي رقم تسألنا. مثلا الشكوك تلف فاجعة البصرة التي أودت بحياة ثلاثة،
وأصاب 3 آخرين بانفجار قالت مديرية الدفاع المدني إن سببه اسطوانة غاز. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. في رواية بعيدة كل البعد عن تقرير الدفاع المدني يظهر الشاب كرار وبيده قنينة الغاز التي ذكرت التقارير الرسمية أنها السبب في الحادث الذي أدى إلى هدم المكان ووفاة طفلين وشابة وإصابة 3 آخرين بحالة حرجة، مستشهدا بالزجاج غير المحطم وطبقة البيض في المطبخ التي لم تتأثر بالانفجار الذي حطم سقف المنزلين من شدة العصب. قنينة الطيق ما تكسر بيضات المطبخ، لا مكسور جام، لا أكثر حريق، لا أكو أي شيء للحريق، ما أكو شيء ثبت. تنفجر قنينة طيح له بيتين، وهذا كله بنيان جديد توباني، يعني ما صار له سنتين. طيح له شو اسمه بيت ومصابين بمارة محترقة، ولا بنية ماتت، دول جيران نعتهم 3 ميتين واحد خطر. توجهنا إلى المنزل الثاني. لعبة حوراء وبنين المحاطة بالدماء كانت أول ما شاهدناه، فعصف الانفجار تسبب بفقدهما وإصابة أخيهما الذي يكبرهما سنا، إصابة بليغة في أول ساعات الصباح. أما غرفة نومهم الدافئة التي كانوا ينامون فيها فقد تحولت إلى ركام لم يتبقى فيه سوى الحطام والألبسة المتطايرة جراء عصف الانفجار، فيما ذو الضحايا ما يزالون يتساءلون عن الأسباب. أطفالنا نايمين هنا، 3 هنا، بنات 2 ويان ولد، ها؟ والسبب صار هنا بهذا البيت، هذا مال جوارينا، هذا حد بيتنا، هذا شوفه هذا الحائط حد بيتنا، وابوهم قاعد هناك برا يتريق، ما يحس اللي يقول سمحت الرابدي، قنينة ما ذيك موجودة، هسه أوارك إياها، أقول لك هاي القنينة شوفها، يعني لا قنينة مفجورة يعني ما تنهدم، يعني الإطار مالها يطيح، يعني يصير بها فد شيء، خاطر أنت تقول يعني عندك إثبات يعني هذا الشيء يعني صار من هذا السبب. توجهنا إلى مستشفى الموانئ الذي استقبل ضحايا الانفجار ليتضح لنا الأمر أكثر، لكن المشهد لم يبدو مختلفا عن موقع الحادثة. صمت واستغراب وألف علامة استفهام عن الأسباب من قبل ذوي الضحايا والمصابين، فالكل يجمع أن الأمر بدأ بدوي انفجار وانتهى بمنزلين محطمين وأطفال فارقوا الحياة وأصيبوا. سمعنا صوت انفجار، ركبنا لقينا الولد كلهم عليهم الطابوق طايح والبلوك والشيء المال، طلعنا واللي توفى توفى. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بين العيساوي والمشهداني التنافس يحتدم، والإطار يسارع لتوحيد الرؤى ويحشد لحضور جلسة السبت. بغداد تستضيف القمة العربية المقبلة، السوداني يرحب بقرار الجامعة ويؤكد ستشكل انتقالة إيجابية. لتحقيق التوازن وبناء الاحتياطيات، النقد الدولي يدعو العراق لإلغاء التعيينات وتصحيح أوضاعه المالية. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.